الخير. صباح الخير يا اهلا وسهلا. طبعا حضرتك كنا سمعنا واحنا بنتكلم عن تهيئة الطلاب اللي هم موجودين في المرحلة الثانوية قبل دخولهم الجامعة. اولا صباح الخير نورنا. صباح النور، اهلا بيكم. فحابين نعرف من حضرتك الكريمة دي. شكرا نورتنا. حابين نعرف من حضرتك يعني ايه الاجراءات او المراحل اللي احنا بنتبعها عشان نهيئ الطالب اللي هو خريج ثانوية عامة قبل دخوله الى الجامعة. هي الاجراءات والمراحل دي بنجب ان احنا نتبعها بداية من الصف العاشر. ان احنا بنوجه الطالب اما توجه الى القسم العام او القسم المتقدم. القسم العام اللي هو بيدرس فيه مواد خاصه ادبيه، ودي بتؤهله لدخول كليات معينه فيما بعد او تخصصات معينه بعد التخرج من الثانويه العامه. القسم المتقدم اللي فيه المواد العلميه زي الصحه العامه والرياضيات الى اخره، ودي بتؤهله الى دخول الكليات ايضا العلميه الخاصه بيه. يبقى اذا احنا هنجهزه بدايه من الصف العاشر، نحب نوجهه ان هو يتوجه الى القسم العام او المتقدم. ايضا يجب ان احنا في المدارس الحكوميه او ايا كانت المدارس الخاصه ايا كانت المدارس، ان هي يكون عندها ارشاد وتوجيه للطلاب الثانويه العامه اثناء الدراسه ايضا منذ الصف العاشر، بيوجهوه ويكون هناك حصص ارشاديه بيعلموا كيفيه الدراسه في الجامعه وازاي يدخل الجامعه، على اساس ان هم ياهلوه نفسيا للالتحاق بالجامعه والدخول في غمار الدراسه الجامعيه. ايضا ان هم يجب ان هم ينتقلوا الى زيارات ميدانيه الجامعات للجامعات معايا، يعني المدارس تنظم رحلات للجامعات او تنظم يوم الانتقال في الجامعه، وان طالب الثانويه العامه يختلط بالجامعه ويحضر محاضرات ويدخل سكاشن ويطلع على يعيش حياه الجامعه، على اساس ان هو بعد كده ما يصطدمش بالمجتمع. صحيح. والصعوبات يمكن اللي بتواجه الطالب خصوصا لما ينتقل من نظام مدرسي فيه اعتماد كبير على نظام المدرسه، ولما ينتقل على الجامعه اللي في بيكون فيها الاعتماد يمكن على نفسه اكبر. بس كمان في مشكله بيواجهها الطالب خصوصا باول سنه او بالمرحله الانتقاليه ما بين المدرسه والجامعه، هي موضوع انتقاء التخصص. كيف ممكن احنا نساعد الطالب انه يقدر يحدد تخصصه اللي هو فعلا رايده وقادر انه هو يحقق نجاح فيه؟ هو هنا بيجي الدور لما بينتقل للجامعه، بيجي الدور على قسم الارشاد الاكاديمي. كل جامعه او كل كليه فيها مكتب متخصص للارشاد او قسم خاص بالارشاد الاكاديمي، وايضا فيما بعد انه بيلتحق خلاص هو وجهه للقسم الصحيح وبدا يختار مجال الدراسه بتاعه من خلال مكتب او قسم الارشاد الاكاديمي، بيلتحق مثلا في كليه الطب. التحق خلاص بناء على هذا التوجيه وهذا الارشاد. ايضا دور المرشد الاكاديمي ما بينتهيش هنا. دور المرشد الاكاديمي بيستمر معاه وحتى نهايه دراسته الجامعيه. وهنا المرشد الاكاديمي بياتي بعد المكتب او مكتب الارشاد الاكاديمي الدكتور. هناك كل دكتور او استاذ جامعه بيكون مسؤول عن ارشاد مجموعه من الطلاب. وهنا بيتابع حالتهم الدراسيه، مدى مستوى الدراسي في المواد العلميه اللي هو درس فيها، اخذ كم انذار في ماده معينه على اساس ان هو ما يوصلش لمرحله الخطر، تمام؟ وبيبدا يوجهه ازاي يختار المواد اللي هيبدا يدرس فيها والمتطلبات الرئيسيه اللي يجب ان هو يدرسها قبل ما يختار مساقات اخرى. طب دكتور، شو رايك؟ هل بتشجع مثلا الدراسه او التحضير العلمي قبل الدخول للجامعة، يعني بالفترة اللي هي بس يتخرج من المدرسة، فترة مثل الإجازة بتكون، هل مثلا بتشجع أنه يدرس أساسيات التخصص اللي اختاره؟ طبعا ده شيء مهم جدا، أنه هو يجب أنه يدرس أساسيات التخصص، ومفيش ده ما بيعتبرش عيب أبدا أنه هو يتوجه، إذا كان بيتوجه لمجال دراسة الطب أو الهندسة أو الكلام ده، أنه هو يلجأ لبعض المتخصصين قبل التحاقه بالجامعة معايا، لبيان ازاي يدرس الاساسيات دخول الجامعه الفاونديشن بتاعتها. وبعد كده ده شيء مهم جدا، يعني ان انا بلجا لمتخصص بيفيدني على اساس لما اروح الجامعه ما اصطدمش وما ياثرش على حالتي النفسيه ان انا اصطدم بواقع ما عنديش خبره عنه يعني. صحيح. بس دكتور عادل، كنت عايزه اسال حضرتك عن اشهر المشاكل او الصعوبات اللي ممكن تواجه الطلبه المقبلين على مرحله الجامعه. بصي، هو اهم المشاكل او اشهرها ان هو بيكون في المدرسه في مجتمع مغلق. يعني بيحضر اليوم الدراسي مع طلبه، عارف الطلبه معينين بالاسماء،
اختلط معاهم عدد على زي معين زي معين مدرسة، شاف المدرسين عارفهم، زمايله أصدقائه في المدرسة، كون علاقات في مجتمع مغلق ما يعرفش غيره. لما بينتقل لمرحلة الجامعة بيبدأ يدرس مساقات. المساقات دي ممكن في هذا المساق يكون مع عدد معين من الطلاب، في مساق الثاني بعديه في الكورس الثاني مع طلبة آخرين مختلفين، فبيواجه هنا موضوع الصدمة ان هو في علاقات متعددة ما بيلحقش ان هو يكون علاقة صداقة مستمرة. ايضا الأستاذ الجامعي، في عنده مدرس في الثانوية العامة بيبقى معاه المدرس طول السنة، صحيح، سواء كان رياضيات او علوم او خلافه. في المرحلة الجامعية هنا الدكتور، كل دكتور بيختلف حسب المادة او المساق اللي بيدرسه، وبالتالي ممكن في الثلاث شهور الاولى يكون مع عدد معين من الأساتذة الجامعيين، وبعدها على طول حسب اختيار المساق الآخر مع أساتذة جامعيين أخر، فما فيش هنا عملية الاستقرار سواء مع الأصدقاء أو مع الأساتذة الجامعيين. ده بيجي هنا دور المرشد الأكاديمي، لازم ينبهه لحاجة زي كده، ولازم يختار له المساقات صح، لأن في حتى بعض المشاكل الأكاديمية المهمة جدا، إن لو سيبنا الطالب بيختار مساقات بيختار، ولكن يجي يصطدم بعد ذلك اثناء التخرج عشان يحصل على الشهاده بتاعته، نقول له لا استنى، ده انا خلصت، له لا استنى، انت عندك عدد مساقات لم تحصل عليها منذ البدايه معايا. فهنا بيجي دور المرشد الاكاديمي، لازم ينبهه ايه المساقات اللي يجب عليه انه ياخدها حتى انه لا يواجه عقبات في السنه الاخيره للتخرج. زين دكتور، كيف نقدر نحافظ على الالتزام بالاوقات عند الطلاب؟ مثلا الطالب اذا كان هو في المدرسه، طبعا التزامه راح يكون اكيد في المدرسه موجود، لانه تعرف انه لازم يكون يحضر الحصص كل يوم موجوده فيها، عكس الجامعات احنا مرات تكون في محاضرات كان يقدر يسوي لها سكيب او يقدر ما يحضرها ويروح يذاكر في البيت. فانتم كيف تخلون الطالب يحافظ على التزامه بالاوقات عندكم داخل الجامعه؟ بصوا، احنا عندنا في الجامعه، ودي برضو من احد المشاكل اللي بنواجهها في الجامعه، ان هو عدم التزام الطلاب لانه خرج لمجتمع مفتوح. احنا بنواجه المشكله دي اولا بموضوع الحضور والغياب الالكتروني معايا، احنا الدكتور او الاستاذ بياخد الغياب في المحاضره الكترونيا على السيستم بتاع الجامعه. كمان بنواجه الموضوع ده ان احنا بنديله يعني كل يوم كده واجبات، مش واجبات زي واجبات المدرسه، لا سؤال كده في نهايه كل محاضره بنعطيه للطالب الحاضر، ونلزمه ان هو في المره اللي بعديها ان هو يجاوب لنا على هذا السؤال. طبعا ده ما يكونش بصفه يوميه، لكن ممكن تكون بصفه كل 10 ايام كل 15 يوم، ان احنا بنديله على اساس ان احنا نميز الطالب اللي بيحضر والطالب اللي ما بيحضرش. بعد كده هو بيلاقي نفسه في موضوع الحضور بياخد درجات اقل، وبالتالي بيحصل على تقدير اقل، تمام، ومعدله بينزل، فبالتالي بيضطر انه يلتزم سواء من خلال حضور او من خلال الواجبات اللي احنا بنعطيها. بس دكتور عادل، انا يعني خليني اكون صريحه مع حضرتك، انا لو دخلت جامعه عندك وسمعت عن دكتور عادل واستاذ قانون هشوف حضرتك هترعب، يعني اللي هو هبقى خايفه انه اقرب مثلا اكلم حضرتك. ازاي بتكسر الحاجز ده ما بينك وما بين الطلاب؟ احنا بنكسر الحاجز ده بيننا وبين الطلاب، هي بتبقى ان انت تخرجي الطالب من التنشنه اللي هو فيها، هو بيدخل المحاضره شاف قدامه دكتور او استاذ جامعي، فاحنا لازم نكسر وخايف لازم نكسر الحده دي، زي ان انت تخرجيه من التنشنه اللي هو فيها. لازم يكون انا طبعا كل استاذ طريقته يعني، لكن احنا بنبدا لازم احكي لحضرتك بتعمل ايه. لا احنا في المحاضره بتاعتنا مثلا، يعني انا استاذ قانون جنائي، فالقانون الجنائي ماده شيقه جدا، ولما تيجي تشرح للطالب فيها فبقى قاعد متنشن معاك. فالتنشانه دي حاجه من اتنين، يا اما هو منتبه جدا يا اما هو مش فاهم حاجه، تمام، او سرحان في شيء. كيف بتعرف؟ فبنعمل ان احنا لازم نديله مثال، لان الامثله مهمه جدا في الشرح، يعني الامثله عامله زي التطبيق العملي اللي بيدرس في طب بروح يطبق في المستشفيات. احنا لازم نديله امثله، الامثله دي لازم يكون فيها نوع من الدعابه، يعني انا اديله مثل اني اخرجه من ده، لازم اخليه يضحك، لازم اخليه يبتسم معايا، لازم اشده وينتبه ليا. واذا ما كانش المثل في نوع من الدعابه ايضا بيزيدوا حده في التنشنه ويمكن بيفهم الفكره اكتر اذا ضحك. طبعا مثل. يعني في بعض الطلبه يجي يقول دكتور انا في الامتحان ما ذاكرتش، بس أنا افتكرت الامثله، لكن افتكرت المثال اللي حضرتك قلته فاجبت كويس، وفعلا يكون مجاوب كويس جدا يعني. واحنا يهمنا، بصي، الدراسه الجامعيه حضرتك، ان مش مهم عندنا ان الطالب يعني يحفظ او يصم الكتاب او المنهج، المهم ان هو يفهم ما يفيده في الواقع العملي. صحيح، تمام، المثال ده هو الواقع العملي بتاعه اللي احنا عايزينه يفهمه، عايزينه يطبقه عليه.
بس دكتور في طلاب عم بيعانوا من مشكلة بتخصصات معينة، انه اللي عم ياخدوه بالجامعة عم يكون بعيد عن واقع العمل، مو دايما المواد اللي عم ناخدها بالجامعة عم نقدر نطبقها حرفيا بواقع العمل. مع حضرتك ده بنبصي حضرتك، هو في كل تخصص اساسيات لازم الطالب يدرسها حتى ولو انه لم يواجهها في الواقع العملي او لو لم تكن موجودة في الواقع العملي. يعني مثال في تخصصنا لازم يدرس القواعد العامة في قانون العقوبات مثلا، تمام، ولازم يدرس حاجة اسمها الإجراءات الجزائية، قانون الإجراءات الجزائية. قانون الإجراءات الجزائية ده أو الإجراءات المدنية أيا كان نوعها، ده هو الواقع العملي، الإجراءات اللي بيواجهها في الواقع العملي. طيب أنا النهاردة الدراسة مختلفة زي ما حضرتك بتقولي عن الواقع العملي، نعالجها إزاي؟ إن إحنا بنخرجه ميدانيا ينتقل للجهات العمل اللي ممكن يمارس فيها اختصاصه بعد التخرج. نوديه النيابات، نوديه المحاكم على اساس انه يشوف ازاي القاضي بيدير الجلسه، ازاي المحامي بيترافع، ايه الاجراءات اللي بيتم اتخاذها. حتى احنا بنعمل عندنا في الجامعه احيانا بنعمل حاجه اسمها محاكمه صوريه، بنجيب بعض الطلبه ونخلي طالب قاضي مش متخيله وطالب بيمثل النائب العام وكيل النيابه وطالب متهم. طبعا المتهم هو المظلوم يا جماعه. فاحنا يعني هنا بنخرجه من الواقع الدراسه الى الواقع العملي، بنمهده نفسيا كمان ان هو يواجه الكلام ده بعدين، بيحاكوا الواقع بهاي الطريقه. بس كمان دكتور، يعني هلا احيانا الطلاب اللي بيجوا من خلينا نقول اللي بيكونوا سنه اولى جامعه خصيصا بيكونوا متعودين على نوع معين من او خلينا نقول ليفل معين من البحوث اللي بيكون مثلا مش مقدارها 100%، بيتساهلوا في بعض الامور في البحوث، الا انه لما نيجي للحياه الجامعيه بنكتشف انه موضوع البحوث جدا مختلف. واضح ان حضرتك كنت زعلانه من موضوع البحوث. لا بصي، انا كنت بعاني بصراحه. بص حضرتك، هو احنا دي فعلا مشكله بواجهها بعض الطلاب، لان صعب جدا ان اجي على طالب جاي من الثانويه العامه كان بياخد واجبات وروح يحلها في الكتاب، واجي انا الزمه في الماده بتاعتي انه اقدم لي بحث. تمام. الموضوع ده كنا بنواجهه ازاي؟ الطلبه فعلا كانت تعمل بحث بتروح تنقله او بتروح لاي حد يعمله لها وخلاص، وبحث منقول، وده طبعا مخالف للقانون. يعني خصوصا ان هلا الجامعه يمكن فيها اجهزه البحث عن النقل البحث بالمدرسه، بتدخلي جمله من البحث اللي انت عامله على هذا الجهاز، بيطلع لك هو جاي من اي بحث وسنه كام بلاجيريزم تشيك. دي حاجه زي اجهزه كشف الكذب كده. فبنعمل ايه حضرتك هنا؟ احنا قلنا عندنا احنا سياسه في الجامعه، طلاب العام الاول والثاني والثالث ده بنديله حاجه اسمها واجبات، خلاص لغينا موضوع الابحاث ونديله حاجه اسمها واجبات. واجبات ده يعلق لي على حكم محكمه، يروح يجيب لي حكم مثلا محكمه وعلق لي عليه وفقا للماده اللي هو درسها. لكن عشان الزمه يجيب بحث، امتى بقى نديله الزمه يجيب بحث؟ لو بحث التخرج. طب ليه بقول بحث التخرج؟ لان في الفتره دي انا درست له ماده اسمها مناهج البحث العلمي. طالما درس ماده مناهج البحث العلمي اصبح عارف الاصول، ازاي يعمل بحث علمي، ايه هي طرق اعداد البحث العلمي، ايه الاهداف الى اخره، على اساس انه بيروح قدام الاستاذ ما يكونش عنده حجه. يعني لو لقينا بحث مسروق او بحث منقول او حد عمله له على طول بنعمل له محاكمه. دكتور شرفتنا ونورت نفس صباح الخير يا وطني اليوم، وشوقت ان احنا نرجع للمقاعد الدراسيه مره ثانيه. يا باشا خلينا ناخذ بريك ونتذكر ايام الدراسه نرجع لكم. يا باشا دراسات علي، اهلا بك، شرفتنا. ثانك يو، ورتنا يا دكتور. خلاص.